من قوة الشخصية يا شباب، وهذا الكلام يمكن يكون حنا متميزين فيه كمسلمين ويعطينا قوة مضاعفة، أو اطرحوا الأسئلة حقتكم في هاشتاج اليوم، في هاشتاج اليوم الأسئلة، وأنا بطلع عليها بعد شوية أجاوب عليها أفضل على هاشتاج، وبنختار هاشتاج أسئلة. من الأشياء اللي تعطيك قوة في حياتك، قلت لكم حنا نتميز فيها كمسلمين، قوة الإيمان. وتستغربون، وترى هذا كلام إيجابي جدا. إذا صار عندي قوة إيمان بالرزق ارتحت. ترى يا حبيبي لا يمكن أنك تموت ولك عند الله ريال واحد، ريح راسك. هذا إيمان يعطيك استقرار في حياتك. أنا عندي إيمان أني بأخذ رزقي وافي، ما راح يضيع لي ريال، وبيجيني أنا مطلوب مني بس أتحرك، بس ما مطلوب مني أتحرك وأحترق، ما مطلوب مني أتحرك وأندم، ما مطلوب مني أتحرك وأبكي، ما مطلوب مني أتحرك وألوم ذاتي. لا، أنت تحرك توكل على الله وتوكل على الله وبيجيك. هذه من قوة الشخصية ومن قوة الإيمان بالرزق. كذلك الإيمان بالعمر، لا يمكن تموت لك عند الله ثانية واحدة باقي بتعيشها، ولو كنت تحرص ما تحرص لا يمكن تعيش وانتهى يومك عمرك. فعندنا إيمان أن أعمارنا محددة، فلا يضيق صدرك. في هذه اللحظة اللي نتكلم فيها، في ناس الآن قاعدين يموتون وفي ناس يولدون في اللحظة هذه مكتوب، فلازم يصير عندنا إيمان أنه الأعمار مكتوبة والأرزاق مكتوبة. وكذلك الإيمان بالفرج، لا تيأس لا تحبط. يا ما حالات وصلوا إلى مرحلة عالية من الإحباط واليأس، وفي لحظة كذا يجيهم الفرج بحيث يحتسبون. ترى الله كريم والله رحيم والله عظيم سبحانه. فإذا ما يكون عندك إيمان بأن الفرج بيجي، ما تضيق إلا تفرج. هذه من القوة اللي تكون موجودة عندك. ترى يا جماعة غلط والله، عيب قدام ربي الواحد يحبط من أول أزمة ولا أول مشكلة ولا عاشر مشكلة. إيش اللي أول؟ خلك واجه، أصمد واصبر، وخل عندك إيمان بأن الله عز وجل يشوفك ويراقبك وحريص عليك. قوة الإيمان بالأجر، مو بالأجر الفلوس، الأجر الحسنات. هل أنت إذا شفت لك واحد مثلا مسوي له مشروع كويس خيري تقول يا ليت عندي دراهم أسوي مثله، بس شفت النية هذه تأخذ نفس أجره وأنت ما سويت شيء؟ لما تشوف مشروع كذا كويس تقول الله لو عندي فلوس سوي زي هذا. ها؟ الأعمال وبالنيات، بالنية تأخذ الأجر وأنت ما سويت شيء. بس حنا مقصرين في شغلات، خل عندك قوة إيمان بالأجر. فهذه من القوة اللي يحتاجها الواحد في شخصيته. قضية ما هي قضية مهارات وبس، لا، تحتاج قوة روحانية. نجي لآخر محور قبل ما نخش في أسئلة.